أهلا بكم في درس جديد من دورة تصميم مجيب الآلي تشات بوت نسخته الأولى فيرجن 1. قمنا في الدرس الماضي ببيان كيفية القيام بالتنبؤ وجلب هذه الاستعلامات عن هذه الريكوست التي نقوم بكتابتها وإدخالها ومن ثم نقوم بجلب الخرج، وذلك من خلال استخدام هذا الموديول الذي يقوم بالتدريب عليه. فالآن يكفي أن نقوم مثلا بجلب هذه المكتبات، وأيضا لا ننسى القيام بجلب هذه الداتا التي نحتاجها، وبعدها فقط نقوم بجلب هذه الموديولز وهذه المعلومات المخزنة هكذا، ومن ثم نستطيع القيام هنا بالاستعلام بشكل مباشر بهذا الشكل نسبة لما نقوم بإدخاله في هذا المكان. فإذا قلنا ألو، نرى هنا كيف يقوم بالطباعة. تمام، الآن سوف نرى كيف نستطيع القيام بوضع هذه الاستعلامات وهذه الأكواد من خلال تصميم واجهة GUI باستخدام التيكنتا. الخطوة الأولى أن نقوم مثلا بإنشاء مربع جديد، وهنا سوف نقول مثلا GUI Python تيكنتا بهذا الشكل، لنقوم هنا بتحويلها Markdown، وهنا سوف نقول مثلا دعوني أقوم بالاستعلام ماذا كان هذه المكتبة موجودة، نراها موجودة. تمام، وفي الواقع تعلمنا التيكنتا وكيفية القيام باستخدامها في دورة تفصيلية، ورأينا أن جميع المعلومات التي نقوم بالاستعلام عنها يجب أن نقوم بجلبها من التيكنتا. لذلك هنا للاختصار نستطيع القول مثلا From تيكنتا Import لكل شيء. فهنا نستطيع القيام بجلب جميع هذه الكومبوننتس وهذه الاستعلامات دون القيام بكتابة تيكنتا. فالآن إذا قلنا مثلا قوم بإنشاء GUI وذلك من هذه التيكنتا، فنقول هكذا، وبعدها مثلا إذا قلنا بعرضها فقلنا GUI main loop، فنراها بهذا الشكل. تمام، دعني مثلا نقوم ببعض الاستعلامات. فمثلا سوف نقوم بالتعديل على التايتل، لنقول هنا chatbot version 1. تمام هكذا، ومن ثم إذا قلنا قم بضبط الحجم GUI geometry ليكون 400 ل 500 فالارتفاع أكبر من العرض بهذا الشكل. تمام، ومن ثم سوف نقوم بجعلها غير قابلة للتعديل، فلا نستطيع القيام بتكبيرها. لذلك سوف نقول هنا مثلا GUI resizable بالنسبة للويدث يساوي فولت، وكذلك بالنسبة للهايت. فنرى هنا كيف لا نستطيع القيام بالتكبير. تمام، جيد جدا، هذا بالنسبة للكونفيجريشن. الآن سوف نقوم مثلا بإضافة الكومبوننت. فمثلا سوف نقوم مبدئيا بإنشاء الواجهة التي من خلالها نقوم بعرض النصوص، فنقول مثلا chat area يساوي x، وهنا نسبة إلى GUI، ودعوني مثلا أقوم بعرضها. فهنا سوف نقول location لجميع هذه الكومبوننت، فنقول هنا chat area place، وذلك بالنسبة للx والy الأحداثيات سوف أقوم بإضافة هامش، فنقول مثلا 6 ب 6 هكذا لنرى، فنرى هنا كيف قام بإنشائها بهذا الشكل. سوف أحتاج لبعض التعديلات، فمثلا بالنسبة للwidth والhigh لنقول height تساوي 380، وبالنسبة للwidth ليكون أيضا 380 بهذا الشكل. تمام، وبالنسبة للخط سوف نقول هنا مثلا font تساوي هي، فنرى هنا كيف أن الخط أصبح أفضل. تمام، من ثم سوف نقوم هنا بإضافة scroll، فمثلا إذا قلنا قم بإضافة component آخر scroll bar يساوي GUI، وذلك نسبة لهذا الكمان على هذه الشات أريا على المحور الشقولي، فنقول y view، ونقوم هنا بإضافتها. فمثلا scroll bar بالنسبة للمكان سوف نقوم بإضافتها بعد انتهاء هذا العرض، فنقول هنا بالنسبة للx 380، والy سوف تبقى على حالها في الأعلى، وبالنسبة للhigh أيضا بنفس القيمة، أما الwidth لنقول مثلا 20. دعونا نتأكد، طبعا أعتقد هذه small letter. دعوني أقوم بالإعادة لأنه فتح أكثر من نافذة، نراها بهذا الشكل، نرى هنا السكور الذي قمنا بإنشائه. فالآن إذا قلنا مثلا بالكتابة هكذا وقلنا بالنزول، فنرى كيف نستطيع القيام بالاستعلام ورؤية جميع هذه التعليمات. تمام، الآن سوف أقوم بجعل هذه النافذة هي فقط للعرض، فلا أستطيع القيام بالكتابة. في القيام بذلك نقول هنا مثلا بالنسبة للشات أريا
مثلا configuration config وهنا الـ state سوف نقول disable بهذا الشكل. فلا أستطيع القيام بالكتابة. تمام، الآن سوف أقوم بإضافة زر في هذا المكان. فمثلا سوف نقول chat button يساوي button GUI، وهنا بالنسبة للتكست سوف نقول مثلا send هكذا، وبالنسبة للمكان سوف نقول هنا مثلا القيمة عند الأكساب قليلة لأنها في أقصى اليسار فنقول 6. بالنسبة للواي فهي سوف تكون تحت هذه الشات أريا لنقول مثلا 400، وبالنسبة للهاي لنقول مثلا 90، والوي لنقول مثلا 20 لنرى، فنرى كيف أنها صغيرة. بعد مثلا نقوم بالتخلص من الوي فنراها بهذا الشكل. تمام، الآن سوف نقوم ببعض التعديلات. فمثلا سوف أقوم بإنشاء خط لنقول هنا فون يساوي، سوف أقوم هنا بإدخال البرمترا. لدينا أكثر من طريقة لإنشاء الفون كما رأينا في الدورة، ولكن هنا سوف نقول مثلا area بالنسبة للاسم، وحجم الخط ليكون 15، وبالنسبة للستايل لنقول مثلا bold، وهنا نقول font يساوي f، فنراه بهذا الشكل. جيد، لا بأس به. وأيضا نستطيع مثلا القيام بتلوينه، ولنقول مثلا بالنسبة للباكجراوند هكذا، نستطيع القيام بالاختصار لنقول مثلا اللون البرتقالي أو البرتقالي الغامق dark orange بهذا الشكل. بعدما نقوم مثلا بالضغط عليها لنقول هنا active background لتكون مثلا gray. فالآن إذا قمنا بالضغط نراها بهذا الشكل. تمام، مثلا دعني أقوم بجعلها على نفس السوية. فهنا سوف نقول بالنسبة للبوردر، يعني أقوم بإضافته لأي مكان لا مشكلة، بوردر يساوي 0، فنراها على نفس السوية. ونستطيع القيام بتكبير بوردر كيفما نشاء، مثلا 5 نراه بهذا الشكل. ونستطيع مثلا القيام بالاختصار فنقول هنا بوردر بهذا المظهر. تمام، من ثم إذا قلنا مثلا قم بجعل اللون الخاص بهذا الخط اللون الأبيض، فهنا سوف نقول foreground يساوي اللون الأبيض. تمام، الآن أصبحت جيدة لا بأس بها. والآن سوف أقوم هنا بإضافة مكان للكتابة. مثلا قبلها دعني أقوم بإضافة مثلا عرض للخط ليكون مثلا 8، نراه بهذا الشكل. أستطيع القيام بالتعديل كيفما أشاء. مثلا إذا قلنا 18 ونقوم هنا بتقليل القيمة 5. تمام، نستطيع القيام بالكتابة والتعديل وذلك حسب الحاجة. الآن إذا قلنا بإضافة هذه التكست من أجل القيام بالكتابة، فلنقول مثلا في هذا المكان قم بإضافة Enter Post Text وذلك على GUI، ومثلا بالنسبة للفون لنقول مثلا Area، وهنا نقوم بإضافته، فلنقول مثلا بالنسبة لـ Enter Post سوف يكون إلى جانب الزر. فهنا سوف نقول مثلا بالنسبة للـ X 110 مثلا، وبالنسبة للـ Y سوف تكون محازية للزر فأيضا 400، وبالنسبة للهاي أيضا مثلا 90. دعوني أقوم بإضافة الويد من أجل تحديده، فنقول مثلا 208، نراه بهذا الشكل. نرى هنا كيف نستطيع القيام بالكتابة. وعندما نقوم بالضغط على الزر ينبغي أن يقوم بعرض هذه المعلومات وذلك في هذه الشات أريا، وسوف نرى كيف يتم ذلك في الدرس القادم. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.